نموذج اختبار فاينل بيحكي لنا if A and statement with the contradiction إنه يعني هاي العبارة B يعني أي عبارة موضوع نعرفها مين من هاي العبارات contradiction؟ contradiction هي عبارة دائما بتكون قيمتها false صح؟ contradiction دائما عبارة بتكون قيمتها false هاي المادة تتولج true contradiction false contradiction اللي هي بتكون true مع false. طيب هنا أنا على ذلك نيجي هون نشوف أني عبارة منهم دائما false. B and F. Okay. B ممكن تكون true ممكن تكون إيش false وF معناها هي false. Okay. F معناها هي false دائما. حط بيناتهم and true and false راح يطلع لكم false. False and false هون false. إذن هاي العبارة هي الجواب الصحيح B and F طلع لك false. لو جربنا بقية العبارات مثلا B or F على السريع هاي راح تكون قيمتها true هاي راح تكون أو false لها احتمالين نعمل بيناتهم or مع false هاي راح تكون أول مرة true false مع false false هاي مش contradiction هاي contingency كيف الجواب الصحيح هو الجواب الآلي بيحكي لنا هاي العبارة هل هي راح تكون تتولوجي contradiction contingency ما بده الطالب يجربها هاي طلعت فيها متغيرين B و Q وبما إنها متغيرين فيهم أربع احتمالات true, false, false, true, false. بعدين نعمل نجيب نفي ال Q بعدين راح نجيب Q or نفي ال Q بعدين نجيب العبارة كاملة B implies Q and نفي ال Q نشوف إذا كانت كلها true العبارة راح تكون تاتولوجي إذا كانت كلها فولس راح تكون contradiction أو contingency إذا كانت فيها true وفيها false. نشوف السؤال اللي بعدي بحكينا power of set A. A عبارة عن مجموعة فيها فقط عنصر واحد اللي هو A. بدل power of set هي المجموعات الجزئية. المجموعات الجزئية عبارة عن هي عنصر واحد فهو العنصر نفسه ودائما بيكون معنا فاي مجموعة جزئية من أي مجموعة فالجواب الصحيح راح يكون جواب A. السؤال اللي بعدين إياه بس هو مش واضح يعني أو مش كامل if bx bx عبارة عن x أكبر من سالب 5 كأنه كاتبين بدهم truth value لهاي القيم أو مين فيهم true أو مين فيهم false في إكمال للسؤال واحد منهم رح يكون جواب الصحيح أتوقع إكمال السؤال يعني إن مين منهم true أو مين منهم false يعني واحدة من هالجوابين بس هو كيف رح ينحل السؤال بشكل عام حكى النبي سالب 4 هيك رح يعني هو هيك طريقة حل السؤال حتى لو مش إكمال مو عارفينها بسالب 4 حنعوض سالب 4 مكان x سالب 4 اكبر من سالب 5 سالب 4 اكبر من سالب 5 true and 0 راح نعوضها مكان x 0 اكبر من سالب 5 true true and true راح يعطينا جواب true ونفس الباقي بالنسبه ل b سالب 3 اللي هي النقطه الثانيه هاي هنعوض سالب 3 بهذا بيعطينا true بعدين راح نعوض b الخمسة and b سالب خمسة خمسة أكبر من سالب خمسة true and سالب خمسة أكبر من سالب خمسة false true and false راح تعطينا false واضح فراح نكمل فهو ممكن بيحكينا من هي من القيم بتعطيك true أو من القيم بتعطيك false فعلى حسب المطلوب راح تحطوا الدائرة بس هيك هو بنحل now using truth table prove that is the contradiction نفس الحكاية نعمل تروث تيبل عندنا متغيرين ومتغيرات سهلين يعني مش كتار B و Q وبعدين نعمل B F and only F Q وبعدين ننفيها B F Q وبعدين نعمل X or ونشوف هذا هي contradiction ولا لا خلال تروث تيبل هنا هذا السؤال عندنا
أبيت سترينج لينكث أن طول السلسلة 4، بتولد أرقام، بتولد سلاسل حرفية 16 ست حرفية. أوكي، بحكي لنا what the contains at least two، بدها بده احتمالية إنهم فيها صفرين متتاليين وبتبدأ بواحد. أوكي، هذا نفسه إحنا حليناه بالأمثلة تشابتر 7 بيشبه أو إلى آخره. هذا ده يمشي على القانون اللي هي احتمالية مثلا B بشرط ال A بشرط ال B، بطلع عندك قانون B A تقاطع B وإلى آخره على مثلا ال B. عندنا هذا القانون اللي بيطلع معنا الاحتمالات المشروطة. طيب نشوف عنا كم جملة فيها صفرين متتاليين. لو أخذنا الأرقام كلها 0 0 0 0 16 رقم، لين 0 0 0 0 1، لين 0 0 1 0، بعدين 0 0 1 1، هذول الأرقام كلها الأرقام اللي بتطلع معنا بده فيها صفرين متتاليين. هاي فيها صفرين متتاليين، وهاي فيها صفرين متتاليين، فيها صفرين، وهاي فيها صفرين متتاليين، صح؟ هاي هاد هاي صح. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 من أصل 16 صفرين متتاليين. طيب تبدأ بواحد، برضو إيش هي تبدأ بواحد، 1 2 3 4 5 6 7 8، تبدأ بواحد 8 من أصل 16. طيب إحنا بدنا صفرين متتاليين 8 من أصل 16، أوكي، وتبدأ بواحد برضو 8 من 16. أنا بدي تقاطع B and A، يعني صفرين متتاليين وبتبدأ بواحد، اللي هم 1 2 3، 3 من أصل 16. أوكي، هيطلع عنا 3 على 16 تقسيم، اللي هي بتبدأ بواحد 8 على 16، جواب بيطلع بتروح 16 تتوقع مع 16، بتطبع عندكم 3 على 8. هاي الطريقة بنحل هذا السؤال.